زينب بتقول ابنها ما شاء الله 9 سنين وحافظ لحد سورة الرحمن، وبتقول لما بيقعدوا ويراجعوا هو مبيبقاش عايز يقول البسملة في بداية كل سورة. ونقطة تانية، هو بيصلي بسرعة، فعايزين حضرتك بقى يعني توجه لها هي نصيحة وتوجه كمان كلمة لابنها الجميل ده، ربنا يبارك فيه ويحفظه. ده أنا كده أظن إن هو سريع في كل شيء. يعني ترك عاوز يترك البسملة، عاوز يخلص بسرعة، يسمع بسرعة، عاوز يذاكر بسرعة، عاوز ينزل يجيب الحاجة ويجي بسرعة. فما فيش مشكلة، خلينا نتعامل مع هذه الشخصية ونحاول نقومها واحدة واحدة، ما نكسرهاش وما نقعدش نقول له حرام وحلال. خلينا نقول له في حاجات يا حبيبي لازم تاخد حقها في أدائها. زي الأكل، هتلاقيه بيأكل بسرعة. أيوة صح. أعلمه إزاي يمضغ بالراحة وأقول له إن ده لمصلحة الهضم وهكذا. واحدة واحدة أحاول أتعامل مع هذه الشخصية. مفيش مشكلة إن هو ساب البسملة دلوقتي، أقول له بس طب خد بالك إن أنت لو جبت البسملة كل حرف بتقراه بتاخد عليه حسن 10 حسنات. 10 حسنات. نعم ونعدله بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله، وكل ده يا حبيبي في ميزان حسناتك. وكل ده كل ما بتبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في بداية سورة، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها ميسرة عليك. لأنه ما كانت البسملة بداية شيء إلا يسره الله سبحانه وتعالى، تدل على ذلك النصوص الشرعية. طيب، هذا الابن الجميل ممكن برضو من وسائل إن أنا هو بيصلي بسرعة، أقول له طب تعالى بقى صلي بيا، مش انت حافظ سورة الرحمن؟ صلي بيا إمام، ويقرأ مثلا السورة كأنه بيراجعها. هينبسط قوي. نعم. ما هو بقى إمام، بقى قائد. الله. بقى الله. فهيصلي بالراحة كده وكل ما يحسن الصلاة. وبعدين ماما تقول له لا انت صليت بسرعة، مش هصلي وراك تاني. الله. هصلي وراك بس على شرط بالراحة كده عشان ألحق يا ابني، أنا ست كبيرة، أنا بستمتع وأنا بصلي وراك وبحب قراءتك وكده، بحب قراءتك وعشان ركبي وعشان كذا. أيوة. فنيجي بالطريقة دي. الله. بلاش كل حاجة حلال حرام، هتخش النار هتخش الجنة. لا، خلينا نعلمه هذه التؤدة وهذه الطمأنينة وهذا الخشوع، بحيث ان هو يكون سيستم الحياه بتاعه كده. الله. وحضرتك كمان اشرت لنقطه مهمه يا شيخ احمد، واحنا ان احنا عايشين في عصر السرعه، كل حاجه بقت بسرعه، فيعني احنا اولادنا تبعت لي رساله صوتيه بقى بروح عاملها 2x2. نعم. يعني نعم. عصر السرعه وده جيل يعني مسكين ربنا واجه هذه السرعه في حياتنا. جميل جدا.